اللي قبل احنا الان خطوات تصحيحيه. طيب ناصر خلنا نبدا بدايه على طول نبدا مع الجمهور ونبدا معك. انا وياك قبل شوي كنا نسمع الشارة كانت مشاعر صراحه قشعريره. انا كنت اسال عن قشعريره قبل يومين مليئه بالذكريات ها. ففي احد من اخواننا في ليبيا يقول صبا جسمي، ففعلا صبا جسمي وانا اسمع هذه الشارة. لكن ايش رايك في قرار كذا صعب نغير الشارة؟ لا 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 ابغى كأنه يرفع الصوت عشان يستفزنا. والله شوف الشارة انا ترى دايم مع التجديد والتغيير، بس يا اخي احس انها مليانه ذكريات. الى متى تعيش في الذكريات؟ الى متى وانت منغمس في اين التجديد؟ طيب التجديد ممكن احيانا حتى في الذكريات يعتبر تجديد. شوف هي ترى متغيره، اتوقع في زد 6 اي هي ما طولت مره، لكن الجمهور انا متاكد ان النغمه هذه مستحيل نكسرها. عمو نيب يقول زد 6. طيب عمو نيب ايش رايك نبدا مع على طول؟ عمو نيب تقترح نغير الشارة؟ عمو نيب يقول لا يمكن. طيب اتمنى فريق الميديا ناصر راسلهم طيب ينزلون تصويت، هل جمهور بدايه يرغب في تغيير شارة زد رصيدك او لا؟ بالمناسبه في تجديدات حلوه ما يتعلق بالصوتيات ان شاء الله. احنا كنا نسمع ملاحظاتكم عشان كذا ان شاء الله في تغييرات جذريه في بالنسبه ما يتعلق بالاعمال الصوتيه. ايش رايك صيغه السؤال؟ هل انتم اخي عندك فريق ميديا مع تغيير في فريق ميديا يكتبون ما في مشكله، بس انا بعطيهم زي كذا هم عاد يبحرون طريقتهم. هل انتم مع تغيير الشاره الصوتيه لبرنامج زر رصيدك او لا؟ انا اتمنى يكون الجواب لا. اذا كنت تتمنى صوت مع الجمهور. والله نعم ابى صوت بحسابي ترى بحسابي الشخصي اكيد وعادي تتسوق تقول صوت تم خلاص. طب انا اطرح الفكره وانا بقول لا بعدين ناصر طب، بس ما يمنع انك تطرح بعض الافكار. والله يا اخي كذا طيب يا اخي انا جت في بالي فكره الحين في دائم تجديد ترى. يعني في مثال في عصرنا كان يوسف الثنيان فلته كنا نراه لا يبدل باحد. اليوم خلينا نقول سالم الدوسري مسيطر ولا يبدل باحد. لما تيجي تسال احد سالم الدوسري ولا يوسف الثنيان قطعا بيختارون سالم. طبعا ليش؟ في شيء جديد تجديد. لو وقفنا على يوسف واهدافه وفاولاته طيب ما وصلنا اليوم سعود. الى انا خطرت في بالي فكره بس انا فكرة ترى بصوت عالي يعني تمام. ليش ما يكون تسجيل الشارة الصوتية